حافر بالأحداث. لقد أنقذ يحيى اليقظان أحمد الصغير من الغرق. إنه بطل حقيقي. يحيى البطل، يحيى البطل. ولكن من هذا الواقف على خشبة القفص؟ كم أكره السعادة. الأحداث السعيدة تدفعني للبكاء. أكره البكاء وحيدا. آه لا، هل يخطط خربوط لشر ما؟ سأجعل الجميع يبكون. وأخرج خربوط جهاز تغيير الكلمات واستبدل الطاء من كلمة بطل ووضع مكانها الصادة، فتحولت الكلمة إلى بصل. يحيى البصل، يحيى البصل. بصل. ماذا سيحدث الآن؟ هل ينتهي المطاف ببطلنا في صحن من المقبلات؟ أين أبو الحروف؟ إنه قادم من الملعب. أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين. إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروف. جاء في اللحظة المناسبة وانتزع الصاد من كلمة بصل ووضع الطاء مكانها، محولا الكلمة إلى بطل. شكرا يا أبا الحروف، لقد شعرت بالضيق حين كنت بصلا. لقد أفسد أبو الحروف هذا متعتي. لن أطير بعيدا، سأعود قريبا. هل يعود خربوط؟ سنرى ذلك في الحلقة القادمة من مغامرات أبي الحروف.